قال المنظمون إنه مصمم للبناء على النمو الاقتصادي الرقمي في الصين، وهو فرصة للنقاش حول مستقبل الاقتصاد الرقمي في الصين. واستضاف هذا المنتدى قادة الأعمال والعلماء وكبار المسؤولين الإقليميين للمشاركة فيه. منذ بداية هذا العام واصلت مجموعة الصين للإعلام تنفيذ تعليمات الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني شي جين بين، وتسعى جاهدة لبناء وسائط إعلام رئيسية ناشئة على مستوى عالمي مع التوجيه والنشر والتأثير ومواصلة استكشاف سلسلة صناعة منصة الوسائط المتعددة. وقعت مجموعة الصين للإعلام اتفاقية تعاون مشتركة مع شركة تشاينا تيليكوم وشركة تشاينا موبايل وشركة تشاينا يونيكوم وشركة هواوي في بكين لبناء منصة إعلامية جديدة للجيل الخامس التي تم إطلاقها العام الماضي وتجاوز عدد مستخدميها 40 مليون شخص.